والله على روسيا احلى معلم كويت بالقاوش وبكل السجون. اهلين. اسمحي لي اهديك مول؟ شرف. والله على روسيا. اخ وجع. ان شاء الله الاخ ما بتفارقك. اللي بعدها. هندوي قول يا اخ. اخ اخ. هاي هنداوي هو انا بقول تضرب انت وهنداوي عم نقول لك اللي بعدها هاي بدك اللي بعده لكن ان شاء الله بتنعم عمي عم نقول لك اللي بعدها ايه فهمت عليك اللي بعده يعني بفوت بالموضوع يعني قال انا اكلت للعسل على درسي على كتفي على كتفي هاي شرح المرفدون يا يابانا اكلت للعسل على درسي حطه من ايدك على كتفي يا معلم كويت لما جبتي المروحه انت على روسي وعلى كتفي الله وقال هي المنظر اللي قبولي اح لك كتفي ابو ملعون للتعلم خفيف له سلم الدم تفضل يا تاج راسي معلم حسون صار بالاول شو قال بده يشوفك خليه يفوت فوت حسون طعان ايش فيه قوم انقبر من هون هلا كنا عم بمدحه لك عم اقول لك قوم انقبر قوم انقبر عسري وانت ولا خفيف قوم انقبر من هون هو على المروحه يلا قوم يخرب بيتك من قامتك حرك حالك يا زول سلام رحمة الله اهلين حسون مات لشوف شو في عندك من الاخر طبان يا ابضاي لك احكي قولي على السريع ايش في خبرينا غضبان شو بو غضبان ما بقول الا بشارة البشارة الك بشرنا غضبان يومين بيكون عندكم تكون غلطان بواحد تاني الله وكيلك يا معلم شفته بعيني بشحمه ولحمه ايوه والله وقعتي وما حدا سموا عليك يا غضبون الكلب لو مثل ايش بقول ايش بقول عرفتي ايش بقول مثل ما بعرف شو بقول لو انت ما بعرف شي يا هنداوي بس انا بقول له اللي بيطلع من دوره بفك زروره خفيف ضيف شاي لكل الشباب على السريع